والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. عودة مرة أخيرة إليك رغدة. شكرا لكم. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-23 الطقس حار، الإسكندرية 29-22 مائل للحرارة، أما مطروح ف 28-21، بورسعيد 29-23، الإسماعيلية 35-23. ننتقل إلى السويس 34-23، العريش 29-22، طابة 34-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-27. بالنسبة للأقصر 42-27 شديد الحرارة، أسوان أيضا شديد الحرارة 42-27، الوادي الجديد 39-26، شلاتين 38-25، أخيرا حلايب 34-27. والآن مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.